عقدت اللجنة الطبية العسكرية لعلاج الجرحى في الخارج اجتماعا ضم رئاسة اللجنة بعدد من الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية. وخلال اللقاء أبلغت اللجنة الجرحى بتوقف علاجاتهم ومصاريفهم اليومية. وقالت اللجنة إن هذا القرار يأتي بعد أن استنفذت اللجنة كل جهودها في توفير مبالغ مالية لعلاج الجرحى، وبأن الديون التي تتحملها أصبحت لا تطاق. وطالبت اللجنة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تنفيذ وعودهم في صرف المبالغ المالية المخصصة للجنة حتى يتسنى لها استكمال علاج الجرحى الذين يبلغ عددهم ما يقارب 222 جريحا متواجدون في القاهرة، ولا يزال الكثير منهم يرقد في المستشفى والبعض لا يزال في العناية المركزة. من جانب آخر ناشد الجرحى الجهات المختصة في النظر إلى معاناتهم، حيث وأن الكثير منهم لا يتحمل تأخير العلاج. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب عبد الكريم. غالي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب عبد الكريم جباري، وهو أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية. كما سينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور خالد السامعي رئيس لجنة جرحى تعز في القاهرة. أهلا ومرحبا بك عبد الكريم. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. وصلنا هذا الخبر بأنه اللجنة أبلغت جميع الجرحى في القاهرة بتوقف استكمال علاجهم ومصاريفهم اليومية، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ والله يا أخي تلقينا يعني كالصاعقة على رؤوسنا، لو نحن جرحى يعني نتلقى علاجنا في الخارج أن تتوقف الصرفة لدينا، والعلاج هذا شيء مؤلم جدا. ولكن نناشد رئيس الجمهورية المشير عبد الرب هادي منصور ونائب الرئيس ورئيس الحكومة. في البداية نهدي قناة سهيل تحياتنا لكم مع قناة الوطن للثورة. أيضا نقول لفصاحتهم المقدرة، كما تعلمون أننا جرحى الجيش الوطني وتم تسجيلنا تلقي العلاج في الخارج، كون حالتنا الصحية مدهورة ونحمد الله على كل حال فهو الشافي، وكما تعلمون بأننا بذلنا الغالي والرخيص في صفوف القوات المسلحة في الجبهات دفاعا عن الدين والعرض والوطن، فلماذا يتم التعامل معنا بطريقة همجية في توقيف الصرفة والعلاج؟ فالبعض منا لم يستطيع الحركة، والبعض في المستشفيات بين الحين والآخر يضمد جراحه ونتألم وأنتم لا تشعرون وتتجاهلون، والبعض في غرف العمليات يا أخي، والبعض منتظرين إجراء عمليات نهائية، لماذا هذا الصمت؟ ولقد تم توقيف المستحقات المالية والعلاجية ونحن في بلد غير بلدنا، وإن كانت توجد مشكلات معكم فماذا نحن الضحية هذا؟ فلماذا لم تتخذوا أي إجراءات غير توقيف علاج العلاج والصرف على اليومية علينا؟ وكما يعلم الجميع أن رئيس الوزراء وجه مبالغ مالية لاستكمال علاج الجرحى، لكننا تفاجأنا من اللجنة الطبية بالاعتذار عن استكمال صرفة اليومية واستكمال العلاج، وكون محافظ البنك تم توقيف الميزانية للعلاج الجرحى. ما هكذا تورد الإبل أيها المحافظ، ما هكذا تورد الإبل أيها المحافظ، ونحن على يقين بأن أوامرك بالتوقيف المستحقات المالية للعلاج الجرحى خاطئة جدا وتخدم العدو. إننا نناشد الحكومة وإن نتحمل مسؤوليتها. أي إعاقة لنا أو للجرحى من ضرر كالإعاقة أو الشلل أو الوفاة، وأيضا هناك عمليات عيون منضرة إلى إسلال العمليات وإلا سيفقدون نظرهم، وأيضا الصرفة نحن في بلد غير اليمن والمبلغ قليل جدا لا يكفي، وإنما نتحمل ذلك ونساعد الحكومة في معاناتها. أيضا السكن، العقود المنتهية في هذا الشهر، إلى أين سيذهب الجريح؟ إلى الشارع. نعم عبد الكريم، يعني هل لك أن تضعنا يعني في الخبر الذي وصلنا بأن هناك الكثير من الجرحى لم يعودوا يتحملون التأخر في العلاج، هل لك أن تضعنا في صورة موجزة عن حالة الجرحى خصوصا الذين إعاقتهم كبيرة؟ لدينا جرحى في العناية المركزة يا أخي العزيز، في العناية المركزة
ايش موقفنا يعني اللجنه الطبيه من ذلك؟ يعني كيف تعمل ناس في العنايه المركزه؟ يعني فيه ناس جرحى لهم 16 على الفراش والان معهم عمليات بعد اسبوع، يعني اذا لم يعملها لا يستفيد بالعمليه السابقه، تصبح العمليه السابقه فاشله. مثلا واحد له اكثر من 16 على الفراش ولديه عمليه بعد اسبوع لكي يستطيع ان يمشي، يعد لهذا اليوم 1000 عده ويتفاجا الجريح هذا انه لا يستطيع اجراء العمليه كي يمشي ويمشي من جهه الناس. ما هذا الموقف؟ انه موقف مؤلم يا اخي، والله ما كنا متوقعين هذا الكلام يحدث لنا. يا اخي نحن جرحى نتعافى ونتشافى ومن منهم من بترت يده وقدمه لا يذهب الى اليمن وانما يذهب اتجاه الجبهات، يعود من المشفى الى الجبهات. لكم يعني هذا الجيش يجب ان يحترم جرحاهم، يجب ان يراعوا مراعاه يعني فوق كل اي مراعاه. نعم. عبد الكريم، ما الخيارات المطروحة أمامكم في حال استمرت اللجنة في هذا البلاغ ولم تتراجع عنه؟ يا أخي خياراتنا كبيرة جدا واحنا بيدنا كل شيء، نستطيع أن نذهب إلى السفارة نعتصم، نستطيع أن يتضامنوا معنا زملائنا في كل الجبهات، نستطيع أن نعمل كل شيء، نحن أصحاب القرار، إذا لم يحترمونا نحن نعمل كل شيء، نحن قدمنا أرواحنا للوطن وسنبذلها للوطن مهما كان الثمن. مهما حاولوا تعقيدات للجرحى او للجيش الوطني فنحن وهبنا ارواحنا لله، لن نتراجع عن ذلك. نعم. هل تواصلتم مع رئاسه الحكومه، مع الدوله، مع اللجنه العليا للجرحى، مع وزاره الصحه؟ هل هناك تواصل من قبلكم كجرحى مع هذه اللجان التي تتجاوز اللجنه المشكله في القاهره؟ تواصلنا كجرحى، كل جرحى تواصلوا مع قيادتهم العسكريه كالالويه وكالمناطق والمناطق قالوا بيتواصلوا مع القياده العليا وفي تفاهم قالوا من نائب رئيس الجمهوريه مع المحافظ البنك، وان شاء الله نسمع خير، لكن لا نحتاج الى تطويل الوقت. نحن لا نتحمل، لا نتحمل، يعني احنا في قربه والصرفات تصرف لنا يوميا، انتهت الصرف الاسبوع السابق والان لا يوجد معنا اي تغذيه. نعم. ما هو دور قيادة وزارة الدفاع، قيادة الجيش الوطني في الموضوع الذي يخصكم كونكم جرحى منتمين للجيش الوطني؟ دورها تتحمل مسؤوليتها كاملة، فبالنسبة لدورها فقد أعلنت ببيان رسمي لرئيس الجمهورية ويتحملوا مسؤولية الحكومة أنه تم إيقاف المستحقات المالية ولم يعطوا اللجنة الطبية، فهم قد أدوا بلاغ رسمي، قدموا موقفهم والآن تحمل مسؤولية الحكومة. نعم. إذن عبد الكريم، هل من رسالة يمكن أن تتوجهوا بها إلى رئاسة الجمهورية، إلى الحكومة، إلى اللجنة الصحية، إلى وزارة الصحة تحديدا؟ يا أخي رسالتنا إلى رئيس الجمهورية وإلى نائبه وإلى الحكومة وإلى اللجنة الصحية أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في الجرحى، يعني ليس دواءهم أغلى من دماءنا، يتقوا الله في ذلك. فإذا قصروا في الجرحى فماذا باقي لهذا الوطن؟ إذا قصروا بحق الجرحى ماذا يبقى؟ كيف يستطيعون أن يحققوا انتصارات؟ والجرحى يا أخي نحن نئن ونتألم من أجل الوطن لا من أجل الأموال، وإنما نريد علاج لكي نتعافى ونرجع إلى جبهاتنا لكي نحقق الأمن والاستقرار للوطن. الشعب اليمني يريد الحرية، الشعب اليمني في أقصى وفي شماله وجنوبه يريد الحرية، يريد الأمان، يريد أن يعيش من جيل شعوب العالم. لماذا هذا الظلم على الشعب أن تتأخر عملية العسكرية في الوطن؟ نريد حل سياسي ولا عسكري حسب، الوطن لا يتحمل ذلك. نعم. عبد الكريم، هل هناك مبرر تبرره اللجنة التي وضعت أمامكم هذا البلاغ؟ ما المبرر لديها؟ اللجنة إيش؟ لجنة الجرحى هي أبلغتكم بأنها ستتوقف عن أبلغة الجرحى بأنها ستتوقف عن العلاج وعن صرف مستحقاتهم اليومية أو مصاريفهم اليومية. يا أخي بالنسبة للجنة الجرحى في الخارج بالنسبة خاصة النص، نحن نلتمس منهم كل خير، والله بيعملوا كل واجباتهم وحسسونا كأنهم أخواننا وآبائنا، والله ما بيش فرق، بيعملوا كل ما يملكون من قوه، فهم اعطوا يعني امكانياتهم الذي توجد معهم، الان يقول لك ليس لديهم اي اموال لكي يواصلوا ولن يفلتوا الجرحى وهم معنا ولم نلتمس منهم الا الخير، فهذه اللجنه محترمه جدا جدا. نعم.
إذا النقيب عبد الكريم جباري أحد جرحى الجيش الوطني في القاهرة يتلقى العلاج، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وحول الموضوع الآخر وسينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد المنصوري نائب رئيس لجنة الجرحى في القاهرة. دكتور محمد مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم. ضعنا في صورة الوضع لديكم، ما الذي يحدث؟ أولا الشكر الجزيل نيابة عن الجرحى وعن اللجنة، نشكر قناة الشيل وكل مهتم متابع لملف الجرحى. ملف الجرحى طبعا كبير وملف شائك على الحكومة بشكل عام، ليس على اللجنة أو لجنتين فقط. والحكومة لم تقصر صراحة، من بداية عملنا الحكومة ما في معنى، والتقينا دعم الله محدود يعني معنويا لما التقينا بدولة رئيس الوزراء في القاهرة، وجدنا منها جدية في متابعة ملف الجرحى ودعمهم. حصلت إشكالية الآن أخيرا، لا نرمي السبب لأي طرف، هناك تقصير حاصل، ومن المؤسف والمخجل لنا جميعا أن تصل المناشدات والبحث عن علاج الجرحى على المستوى الإعلامي والمستوى العام. رد الجميل لهؤلاء والوفاة في حقهم، يجب الإسراع في علاجهم والمبادرة في دعم الحصول عليه كأدنى حق من حقوقهم. احنا تفاجأنا الأسبوع الماضي أن اللجنة العسكرية الممثلة في مارب تخلت عن ملف الجرحى لعدم وصول مبلغ من وزارة المالية أو من البنك. لا نعرف الأسباب ولا نعرف ما هي المبررات، تكون حقيقية أو غير واضحة لدينا. نحن كدورنا يعني وقفنا المستشفيات في القاهرة والمراكز اللي نتعامل معها والأطباء لعدم تسديد حتى صرفة الجريح اليومية. الوضع ما سوي للغاية، بالنسبة لدينا 223 جريح لا زالوا في مصر. كان صعب أن نلتقي بهم وأن نعلن يعني عجزنا عن يعني استمرار العلاج معهم. وضعنا في موقف محرج للغاية، ومن المؤسف أن نعلن لهؤلاء أو رد الجميل لهؤلاء أن نوقف علاجهم. لكن أصبحنا في اليد حيلة. نعم. هو تم إبلاغ بعض الجرحى إذن. أبلغنا احنا جمعنا الجرحى وأبلغناهم في القاهرة، أبلغناهم بعد وصلنا إلى خط مسدود. لم نلتقى أي رد أو دعم، حتى توقفت الحوالات علينا لمواصلة الصرف حقهم العلاج من اللجنة العسكرية في مارب. ولا نتهم أحد من السبب أو هكذا، لكن نحن نناشد حكومة، نحن تبع رئاسة الأركان، نحن تبع جهة مسؤولة من الحكومة أن يواصلوا علاج الجرحى، وإن شاء الله لا زال هناك خير وعمل في الحكومة بإذن الله، يعني لن يتركوا الجرحى، لكن كان من المؤسف أن يصل هذا الأمر إلى الإعلام عندما سدت الطرق. ألا يوجد خيارات أخرى أمامكم مطروحة من قبل الحكومة، سواء من قبل أي جهة معينة؟ والله لازلنا نتفائل بالخير إن شاء الله، والتواصل مستمر مع الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ورئاسة الأركان، كلهم يعني أعتقد يبذلوا جهد كبير ونعمل منهم في لا ندري هل معوقات اكبر من الطاقه اللي لا نشعر بها نحن والجرحى، ام هناك يعني حلول باذن الله، منتظرين الحلول قريبا باذن الله، لكن ليس عندنا الان اي رساله. اذا ما انت تتحدث انهم يبذلون جهودا كبيره، ما داموا يبذلون هذه الجهود جميعا، لماذا تتوقف هذه الامكانات عن صرف وصرف مستحقات الجرحى؟ والله الاسباب لو كانت لدينا واضحه لما أدخلنا عن علاج الجرحى، الأسباب ليست واضحة لدينا الآن. أنا أعمل الخير، أنا أعتقد ما التمسه من المسؤولين تواصل نائب الرئيس الجمهورية عبر مكتبه متواصل معنا، مع رئيس الوزراء التقينا به وهو متواصل مستمر مع اللجنة من مارب، ومعنا التواصل مستمر والحلول فيه هناك يعني حلول لاستكمال العلاج، لكن ما لم نظهر على الأسباب الحقيقية لتوقف صرف المبلغ المحول من رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى محافظ البنك. إلى الآن لم ولن نتهم محافظ البنك بتوقيف المبلغ لأسباب معينة أو كذا، المبلغ لم يصلنا. نعم، إذا كلجنة في هي طبعا من المعروف سلفا أن مشاكل الجرحى في الغالب عموما مشاكل شائكة وهي تحتاج إلى جهد كبير، ما الذي قمتم به أنتم كلجنة في القاهرة تحديدا بغض النظر عن اللجان الأخرى في بعض الدول الأخرى؟ والله أخي الكريم احنا من بداية 2017 يناير معالجين الآن تجاوزنا 1000 جريح لله الحمد، يعني رجعوا إلى اليمن كلهم، تبقى منهم 223 جريح. هؤلاء نقوم بخدمتهم، استقبالهم في المطار، تسكينهم في شقق خاصة للجرحى، نقلهم تبع مندوبين إلى الدكاترة والمستشفيات بشكل يومي مستمر،
عندنا مكتب نستقبلهم بشكل يومي ونزورهم الى الشقق. نحن والجرحى يعني بشكل يومي مستمرين معهم في خدمتهم، وهذا اقل قليل في حق هؤلاء الابطال، بل نتشرف نحن كلجنه نخدم هؤلاء الابطال وكادنى حق من حقوقهم ان يحصلوا على العلاج وهذه الخدمه. نحن والجرحى مستمرين يعني في علاجهم الى الاسبوع الاخير، ولا زلنا بالخدمه قائمه وسنستمر معهم الى اخر جريح. الحمد لله تجاوزنا 1000 جريح كمبلغ مالي، وصلنا الى 3 مليون دولار. نحن نتعامل بكل شفافيه مع اي ملف سواء على مستوى الاعلام، علشان يكون ملف الجرحى واضح وبعيد من اي محاكاه اما مصالح شخصيه او اخرى. فاحنا واضحين مع ملفاتنا، نرفعها بشهر شهري الى اللجان المختصه، نرفعها الى الحكومه، عرضناها على رئاسه الوزراء للاخلاءات الماليه حقنا، تخلى في وزاره الماليه. عندنا عمل منظم ومرتب لله الحمد، شهدت ان اللجان، وهذا اقل واجب ان نكون صريحين ويكون هذا الملف نجيه كطهاره دماء هؤلاء الجرحى. نعم دكتور محمد، يتساءل الكثير من الجرحى ويقول لماذا تاخرت اللجنه حتى هذا الوقت الضائع وابلغتنا بهذا البلاغ المفاجئ وربما الصادم للكثير من الجرحى واسرهم. يتساءل لماذا تاخرت كل هذا التاخر؟ لماذا لم تقم بخطوات في وقت مبكر؟ اخي الكريم، نحن اعلنا الجرحى وقت متاخر، لكن نحن من شهر او اكثر واللجنه الطبيه في مارب تتراسل مع الجهات المختصه، لان هذا عملهم. نحن عملنا كلجنه اشرافيه على العلاج، ليس من اختصاص التواصل مع المسؤولين. اللجنه في مارب، اللجنه الطبيه العسكريه، يعني تتواصل بشكل مستمر مع المسؤولين ومع الجهات ذات الاختصاص. فتفاجات كما تفاجانا ان المبلغ وقف. تساءلنا معهم ليست الاسباب كذلك واضحه لديهم. فلم نفاجئهم، نحن نريد نحن وحتى لا نريد ان نصل الى الاعلام. لو كان باستطاعتنا لكنا ساكتين الان حتى صرنا حلول. نعم. دكتور محمد، ما هي رسالتكم؟ رساله لجهه معينه، لاطراف معينه، للحكومه، لرئاسه الجمهوريه، لمحافظ البنك، للجنه العسكريه؟ والله رئاستنا للجميع بما فيهم نحن كلجان ان نتقي الله وان نخجل ونستحي ان تصل حلول علاج الجرحى على المستوى العام والمستوى الاعلامي. نخجل قليلا ونحل مشاكل الجرحى بهدوء وبصوره مستمره، ورئيس الوزراء اكد ان عند لقائنا ان تتوقف جميع مشاريع الجمهوريه الا علاج الجرحى. ولقينا تجاوب كبير من رئيس نائب رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه ورئاسة الأركان ومحافظ مارب وكل المسؤولين يبذلوا جهد كبير في علاج الجرحى للأمانة، ولم يتعطل علينا أي مشكلة. هي أول مشكلة حدثت لنا هذه المشكلة. الناس تبذل جهد كبير، لا يعني لا ننسى فضل الحكومة بهذه المشكلة، لكن يجب أن تكون أن يدرك الجميع أن هؤلاء الجرحى هم من يستعيد الجمهورية وهم في طريقهم لاستعادة الدولة، لم يكملوا الطريق بعد. فرسالتنا أن نتقي الله وأن نستحي قليلا لعاجلة هذا الملف، وأن لا يسمع يصل إلى المستوى العام، ونكافئهم برد الجميل أقل حق من حقوقهم وعلاجهم. الدكتور محمد المنصوري، نائب رئيس لجنة الجرحى في القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.